وعلى إثري تداول اللاعب الشرقي البحري بحسابه الشخصي لتطبيق الانستغرام لتدوينة مستفزة مرفوقة بفيديو يعود لتسجيله لهدف التعادل لفائدة وداد تمارا بشباك المغرب الرياضي الفاسي برسم الجولة 28 من البطولة الاحترافية بقسمها الثاني للموسم الرياضي 2017-2018، وهو الشيء الذي يتنافى تماما مع بنود العقد الذي يربط اللاعب بالنادي والذي ينص في فصله الخامس على احترام واجبات اللاعب المحترف تجاه النادي. هذا وقد قرر نادي المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم توجيه استفسار للاعب الشرقي البحري لما قام به من تصرف لا يتناسب وقيمة النادي الذي يحمل قميصه، وأيضا توجيه توبيخ للاعب بخصوص الفيديو المذكور أعلاه لما تضمنه من تصرف لا يليق بطينة لاعب يحمل قميصا لنادي عريق في قيمة المغرب الرياضي الفاسي. وقد تقرر أيضا إحالة اللاعب على المجلس التأديبي للنادي فور رفع حالة الحجر الصحي التي تعيشها البلاد. وبالمناسبة فقد ذكر نادي المغرب الفاسي أن حمل قميصه شرف يلزم اللاعبين داخل وخارج الميدان ويهيب بجميع مسؤوليه لاعبيه وأطره الالتزام بالاحترام الواجب للنادي وتاريخه العريق وللجماهير الفاسية خاصة والرياضية عامة وكذا لجميع الأندية المنافسة على المستوى الوطني والمؤسسات الرياضية والإعلامية الوطنية. كما ذكر النادي أيضا أنه لن يتسامح بأي شكل من الأشكال مع كل من سولت له نفسه المساس بالنادي وبجماهيره الوفية. وختاما تقدم النادي باعتذار رسمي للجماهير الفاسية لما بدر من تصرف غير مسؤول للاعب الشرقي البحري.